السلام عليكم، معكم صفيان من قناة أنا وهاتفي. اليوم فيديو جديد، طريقة تخطي حساب جيمايل. كما كتعرفوا الهاتف العنيد سامسونج جالاكسي اديس اس، الحماية الأخيرة والإصدار الأخير اس ويت أو اي 8 كما كتشوف معايا. المهم الهاتف هو هذا، كان كونيكتي الواي فاي، راه الواي فاي كونيكتي، كان تيليشارجي اودين مسلم في 2.0، كان تيليشارجي، كان برونشي الهاتف ديالي مع الكمبيوتر، كان برونشي، كان دير ستار، مشي دخلني المتصفح ديال جوجل كروم ونكمل. كما شفتو بلي كطلع ليا هادي، كندير ابشير، كيدخلني ديريكت لجوجل كروم، كندير في ان روم، في ان روم كيطلع ليا هاد السيت، كندخل هنا. وهي التغريغة تمشي على جالاكسي ستور، كندخل جالاكسي ستور، اوكي جالاكسي ستور، كنتسنى يدخلني جالاكسي ستور. صافي كنكليكي على هادي باش ندخل لجالاكسي ستور، نضرب كروان. كنكليكي على هادي من الفوق، انا دخلت الكونت ديالي في جالاكسي ستور، حتى انت غادي تدخل الكونت ديالك، غادي يطلب منك سامسونج اكونت ماشي جيمايل، اقل غادي تدخل جوجل من تليفون اخر وغتكري كونت. انا نحاول نقول لكم سامسونج اكونت، سامسونج اكونت، انت كتجي هنا كدير سام ما سونج اكونت، يعني كتكري فيها كونت ديالك. الا كان عندك اللي مستعمل لهواتف سامسونج راك يكون عندهم، راك تخيي حساب جيمايل شي، هو هذا يكون عندك ضروري، هو اللي غادي تدخل في التليفون، هو هذا كيكون على هذا الشكل. صافي باللي كتكونيكتي، يعني كدير المعلومات ديالك، كتكونيكتا سامسونج اكونت، كتجي هنا كتقلب بلاتي، حيت انا ما غاديش نقرا على هذا الشيء، كدير اندرويد هيت سيشينغا، هي هادي كما شفتو، وغادي دير لها تيليشارجي. انا عندي اوفغي حيت فات ليا تيليشارجي، انا غير كنعاود نشرح لكم وكنبسط لكم الطريقة يعني سهلة. كندير اوبغي، صافي كيدخلني هنا، بلي كندخل هنا كنجي لفوق وكندير اس سي ار او او ان، كطلع ليا على بحال هاد الشكل كيما شفتو، وكنكليكي الثانية، ملي كنكليكي الثانية كندير موديل، وكنختار كود شيما ديالي، صافي من بعد ما اختاريت كود شيما، صافي دابا كنرجع، يعني العملية قمت بها دابا، ولا عندي كود شيما في الهاتف، كنرجع لنقطة الصفر، نقطة البداية ماشي نقطة الصفر.
انا غادي نهبط صافي، تفتح لينا الهاتف كما كتشوف. نكملو غير هادشي، طريقة سهلة، ما تنساش تهبط تفعل، تضغط معك على زر اشتراك او سبسكرايب. المهم واحد اللعيبة حمراء غتلقاها وراك عليها، شارك في القناة يعني تنافتك بمعلومات، حتى ما تبخلش علينا بالاشتراك ديالك. هاد الابليكاسيون غير نحيدهم، صافي دابا مبقيناش محتاجين بيسي، الخدمة ديال بيسي دارها، غير كي دخلنا المتصفح صافي، ما عندو حتى شي دور اخر. صافي من بعد ما تفتح الهاتف غادي نمشي نفورماط التليفون ديالي، من بعد ما تفتح الهاتف غادي نمشي نفورماطي باش نديكونيكتي داك حساب جيمايل، لان عاد شي مره نكون انا خدام بالتليفون وننسى عليه. صافي وكندير لي فورمات، كيطلب مني كود، كنكتب الكود ديالي سوبريمي توت، او طلب مني الموت باس ديال كوب سامسونج، ديال سامسونج اكونت، هذا اللي صوبنا شي طب ليا موت باس ديالو. صافي من بعد ما دخلت الكود ديالي كندير اوكي، كيت فورمات التليفون. كنتظرو كيبقى يعني معطل حتى ديك 5 دقايق، كيبقى فهاد الشعار سامسونج حيت كيتفورماطا. غنوقف الفيديو بين ما ديمارا وانا معاكم. من بعد ما اشتغل الهاتف كنديرو تاني، كنديرو اخر اختيار سيفونت، دابا ما كنحتاج لا ويفي لا والو، يعني كيدخل الهاتف عادي.
صافي كما كتشوفوا الهاتف الشغل معنا سامسونج جالاكسي الاديس اس بالحماية الأخيرة. اديس اس، ما تنساش الاشتراك في القناة كما كنقول لكم كيف العادة، اشترك ليصلك كل جديد. كان معكم سفيان من قناتنا وهاتفي.